السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان، تحيه لكم في ماتنشو. سمحوا لنا تندير لكم شويه ديال الروطار اليوم، غنفصلكم شي طريفات ونوريكم الرجله. الرجله اللي ما تعرفش الرجله كدير تفصل. اليوم غنوريكم الطريقه كيفاش تقطعوا الرجله وكيفاش تصاوبوها مورسوات، كيفاش تفصلوها باش تبيعوها اون ديتاي. اليوم غنشوفوا الطريقه ديال الرجله اللي كدوخ ما تعرفش تفصل الرجله، الدراري اللي عاد طالعين مرحبا بكم. هذا الفيديو راه ديالكم، وشوفوا الطريقه اللي كنديرها انا، اللي عجباتو بغا يديرها يديرها، ولا عندو شي طريقه اخرى شاركها معايا في الواتساب، راه الواتساب كاين في القناه تدخلوا. الا عندو شي طريقه زوينه بغا يشاركها معنا مرحبا بيه، وتحياتي فيما كنتو. نحيدو بعدا واحد السديه نوجدوه قدامكم، شوفوا تا هو كيفاش الناس اللي ما شافش الفيديوهات اللي دازت ديال السدار كيفاش كنديرو نقطعوه. موراها ان شاء الله نصاوبو لكم الرجيله، وشوفوا وتبعوا الفيديو تا الاخر اللي بغا يستافد، راه فيديو مهم جدا. وتحياتي فيما كنتو. كما كتشوفوا هذه السلعه غير صغيره، تاعش كنقطعهم بحال هكا. الناس اليوم ماشي بغاو يديروا كسكسو، شي بغاو الطريفات هادو، شي طلبوهم لي بزاف. هادي السيفة ديالو في الفيترين، ما تعرفش تستفو في الفيترين، ها هو تيجي على هاد الشكل هذا. هذا اللي ما تعرفش تستفو في الفيترين، راه تيتستف بحال هكا. الطريقة تستف ديالو في الفيترين هاكا، تيتستف في الفيترين. الناس اللي ما تعرفش هاد الشي هذا، راه تنديروه للدراري مساكن اللي ما تعرفوش، اللي ما عندوش هاد الطريقة هادي تيدير شي طريقة أخرى. كنتشاركو الخبرة حنا بعضياتنا، كما تيقولوا كاع لي ولاو تيقولوا كاع الدراري اللي جولي طالعين دابا، تيقول لك تا حتى شعار لا الاحتكار، لا للاحتكار. اي واحد خصو يتعلم اي حاجه خوتها ويصافي هاد الطريقه هاك هاكا باش تنسفو الفيترينا. هذا السدر ولا القص ولا بومليل ولا الصدريه ولا كواش تيقولوا لها، هاك تنسفو الفيترينا. السلام عليكم ورحمه الله
هذا ملي نجي نخليو تي نطلبوا لنا شي واحد ملي خلاص راه سهل في الخدمه كما كتعرفوا. الطرف هذا هو اسهل طرف في السلكه عظامها كيضربوا هكا وكيبقى غادي طق طق. المهم راكم عارفين عندي فيديوهات ديال من شفت هذا دابا غادي نفصل لكم الرجيله. إذا دابا راه شويه قاصحه غادي تضربها كفيته حيت رجيله صغيره هذه ديال مدور سلعه مدوره ما داكشي علاش خليتها باش ما تقراش ليها. هادي هو راه ضربها كفيته صغيره نعاودو شي عشان تقطيعه اخرى. واحد عظيم هنا هو باش ما يعنكشكمش هذا هو باش ما تعنكشوش هذا ديما ضربوا هكا هو نصاف تحيدوا هكا تيعنكش هو في الفصاله شي شويه تيجي حتى خايف تشوف. هذا هو هذا بغيتي تقطعو داير تقطعو داير ولكن بالنسبة للناس اللي في الأحياء الشعبية وكيبيع بزاف بليريطا كيبيع ب 300 ب 400 غنوريكم التقطيع اللي ديرو اللي زويونة ساهلة. تجيولو من لهنا طراتو على حساب العظم على حساب العظم يجي في النص بحال هكا. وهذه الطريقة الطريقة التخرجية شتي المرسو كيجي اللي كيبيعو الطرف هادي طايق صغار وهادي ميحمقش راسو من هنا لقدام الرجلة معمرة تحمقها في التقطيعة كاع ها هانتوما. السلام عليكم. هذيك ديما كتحيد ديك دوك الزيادات هذوك كتسمعو بحال هكشي هذوك تطحنو كفتا دوك الزيادات ها تبغى الفيديو كامل تتصور على حق وطريقو وشتو عاوتاني هذا نديرو نفس الشي ها
الاولى. الطريفات كي كيجيو الهبار اللي تيكونوا زايدين في الجنب ديما تتحيدهم، دوك الهبارات اللي تيكونوا في الجنب ديما تتحيدهم من الكفته. نقطعو هادو بحال هكا حيت الرجله ديما راه هي اللي تنطحنو منها الكفته و تنبيعو منها اللحم، يعني ضروري كتكون فيها الهبره زايده. العظمه نتا راه مهبر تبارك الله. أخوان الكرام، تنتمنى الفيديو يكون عجبكم و تلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، و نبقى نمشي معكم ان شاء الله واحد السلسله بحال هكا. كل مره ديروا مراجعه الفيديو كي داس المرسوات، الناس اللي ما تعرفش تقطع شي مرسوات وكتدوخ فيها وما عارفاش كيفاش دير تفصلها ولا شي حاجه، صيفط لنا في التعليق، تكتب لي في التعليق ولا ترسلني في الانستغرام ديالي، راه كاين كلشي عندي، وسائل التواصل كامله حاطه في يوتيوب. يكفي انك تضغط على فين بغيتي تكونيكتا معايا و التكنيشن ديال الفون ديالي اللي بغى يسولني شي حاجه ولا بغى شي فيديو هكا تحط طلب وصابوني ان شاء الله. وتحيه كاع للناس اللي كتعلق تعليق زوينه، وتحيه كاع الناس اللي كتشجعنا ودعمنا وديما معانا وديما اي فيديو حطيناه كتلقاه من المشاهدين الاوائل ديالنا، وتحيه لهم فيما كانوا. وان شاء الله ننتظروا فيديو تعليميه للدراري ان شاء الله اللي طارين هكا وما تعرفوش يفصلوا ولا شي حاجه، نوريهم الطريقه بعدا، نعطيو بعدا غير لافا لافازا بعدا من جده. وتحيه لكم فيما كنتوا، الى اللقاء، تحيه لكم، الله يعاونكم.